في قرية الحديبة قطن أحد أساطين الغناء الشعبي في السودان، فمبارك حسن بركات وآخرون من المنطقة بلغ شهرتهم الآفاق، هم من أرسوا أسس الطرب الأصيل والفن الرفيع. دخلنا على ملك الغناء الشعبي دون سابق موعد، وكعادة السودانيين استقبلنا وقدم لنا هذه اللمحات. العيد له قيمه وله مكانته. العيد ما سهل، العيد ده ما سهل أبدا، ونحن جيتونا في آخر الزمرة تكون موجود في حاجة، لكن يعني هسا نحن جبناها، جيتنا دي جيتكم دي جبناها، لأنه أنتوا جايننا في محلنا ونشكركم كثير، بارك الله فيكم. نجم هذه السهرة من سوداني وهو نجم عزيز علينا جميعا، عمنا الفنان كروان الحقيبة مبارك حسن بركات. اتفضل. اهلا بك يا عم مبارك معانا الليلة، ونحن عندنا سهرة جميلة اكتملت بوجودك معانا اسمها سوداني. الله يبارك، وانت نجم هذه الليلة من سوداني. الله يبارك فيك. تسلم. وكنا بنتكلم قبل شوي عن اغنيات الحقيبة وعن ان لاي حد هي مرتبطة بالادب الصوفي في السودان. ايوه، يا ريت تكلمنا شوية عن الجانب ده. الأدب الصوفي، أول حاجة نحن طبعا في العلفون الحديبة ده موطننا، الحديبة العلفون، وبعدين بمدحوا المداح والقصاد بتاعين النوبة، ديل بدو ديل. يعني اول ما بديت كان بديت في المديح وبعد كده بديت تغني. ايوه، اول حاجه انا بديت الغنى والمديح الاثنين مع بعض. اول زول كان سمعك منه؟ اول زول سمعني احمد المبارك، كان عليه رحمه الله، كان في ركن الهوى، في برنامج اسمه ركن الهواء. نعم. وبعدين انا سمعت احمد ده وعجبتني الكلام اللي بيقول فيه وهناي، بعدين لما جيت للاذاعه جيت قاعد. اول ما غنيت الهجروك احبي. ايوه. غنيت الحجروك حبي والهمتني الحب والشعور، لما رأيت حسنك عيان وهبتني سحر البيان. ديل الاثنين أول أغاني خشيت بين الإذاعة. طيب يا ريت نسمع أول واحدة وأكثر واحدة جاوب فيك معاها الناس يعني بشكل كبير، كانت أي أغنية من الأغنيات دي؟ أيوة، قصيدة لمحمد عبد الرضي بتقول: هلل السعد لينا هبة، بنا بنا هيا يا أحبة، تزخرف الربرب المخبة، وهم السرور سح سحب صبة، هنا النفوس مزجت محبة، رعى الإله التغى الأحبة، أهو الروة وهذه الربابة، أهو الصبا وهذه الصبابة، هذه الشبيبة الربت هبابة، وحواف حياة النفوس حبابة، إذ انبرت بهرج الرحابة، وبدت لنا الشمس من سحابة، أرى الكواكب موشحابة، إياك والهن بانسحابة. طيب يا عم مبارك، إحنا عايزين نرجع ورا كده كم سنة ونسمع ملحنة بالريك كمان، رأيك شنو؟ والله كويس. نسمع الحجروك حبي. حجروك حبي وعمل سبب حبي، كيف ينسو صورة قلبي.
يا وهي منيتي وكسبي من صدك كفاية هل يرضيك جفايا الحزن لك حواك بحبك وحات ربي الحجر عمل السبب حبي المشاهدين لهم يسلموا عليهم والعيد مبارك عليهم والحمد لله. بعدين من ناحية الشعراء انتهوا خلاص، بس فضل ذكرتهم فضل الذكرى بس. هنا ابو صلاح الله يرحمه برضه قال كانوا في الخجلاب. خجلاب. نعم. في الخجلاب بعدين عرس عثمان ود العمده. نعم. قال لهم قام البنات رقصا وهم كانوا يتعلموا يعني بيجوا في الحفلات يقعدوا. نعم. قام قال له ايوه قام شنو خجلاب يا قلبي مني شالك مين؟ اي مني شالك مين؟ نعم. قال لي كيف المنام وعيوننا يكونوا متفقين وهنا الشلوخ تتقادح والعيون رايقين. ديزك اطول منك.
ايوه دي زكاة اطول منك ولا متقايسين. شفنا الضفاير جرن القدام قايسين، ما في طريقه نوم، ما في تعديل كده. شفنا الضفاير جرن في القدام قايسين. ايوه انا شعوبي دايما زايد وماشي في تحسين، انا صبري قال ويشهد بها زاي حسين. نعم كلام جميل. يعني تقوم تقوم البيت نفس ما كلامك ده. نعم. تقوم ترقص و... طوال ال... يقطعوا فيها ال... يقطعوا فيها القصيدة. القصيدة. نعم. ايوه. ده بيرجع لشنو؟ ابو صلاح، ابو صلاح دايما كان بيقول شعر قطع اخضر كثير جدا جدا في كواكب احتفلوا في القمر. بالقمر. نعم. ايوه. امضي ليل ذرية السمر. اول حاجة ابو صلاح قابلنا، عتيق قابلنا، عبيد عبد الرحمن قابلنا، محمود الدردي قابلنا، احمد محمد الشيخ الجغري وقابلنا، نهايه عتيق، واحمد احمد حسين العمرابي، وعمر عمر البنا، عمر البنا ده كمان قابلناه وغنينا معه في زمان ريق، زمان محمود ابو عزايم الله يرحمه. هذين دي كلهم قابلناهم، قابلناهم وحفظنا منهم. ابو صلاح، ابو صلاح دائما كان بيقول شعر قطع اخضر كثير جدا جدا في كواكب احتفلوا في القمر. بالقمر. نعم. ايوه امضي ليل ذرية السمر. كلام عجيب. ديسوا للقدم وصل الخبر والنهاية رخص ما جاب. الصدير برع برز قال انتبر. ايوه النهاية رخص لسه ما جبر قلبي هجة طار. نعم. عنه ما ما صبر. نعم طيب احنا لو رجعنا بنلقى السبب شنو يا دكتور؟ السبب هي الامكانيات العالية جدا عندهم والشعر في الوقت ذاك، يعني طبعا ده كلام صحيح انه الحقيبة وصفت بان حسية بتقول عادي، يعني مثلا بتقول بسهام وقلبي جسمه. نعم. ما بقدر أروح باسمه. أيوة. لو بسهام قلبي جسمه. قلبي جسمه لا يمكن أروح باسمه. أيوة. نعم. طيب دور المستمع السوداني كان شنو في ال؟ المستمع في متلقي. يعني. أي شيء جميل. يعني مزاجه. أي شيء جميل بيتلقاه. هو كان من أسباب التثبيت. أيوة. نعم. طبعاً ما هو شيء جميل وشيء جميل بيفرض نفسه سواء كان متلقي يعني سوداني ولا غيره. نعم. ليه؟ لانه اي حاجه جميله بتثبت. اغنيه الحقيبه جميله نشات وبدات جميله ومكتمله وعناصر المتوفره لها الشعراء الفنانين. ها وبعد ذاك دخل الدور الثالث اللي هو سعى في انه اغنيه الحقيبه تثبت اللي هو الاستماع لها في حفلات العرس. نعم. شفت كيف؟ وفي القهاوي. لكن الاهم من ده كله ظهر في اخر العشرينات اللي هو الانتاج الفني. نحن حنرجع للانتاج الفني. أيوة. بعد ما نسمع من عمنا مبارك، وقبل انت كنت بتتكلم عن الرميه، والرميه دائما يا عم مبارك بيبدوا بيها قبل الاغنيه. أيوة. نعم ليه دائما بيبدوا بالرميه قبل الاغنيه يا عم مبارك؟ نعم بيبدوا بالرميه ليه دائما؟ ما بيسبقوا الرميه دي ما اما جات ما الغنوه ما بتتم، لازم تكون في رميه. اي لازم. نعم. تخش رميه. زي مثلا نعم سبب نوحي وإضجاري دوام جاري جاري بنوحي يا جاري ما داري وكزي المنداري الله تفف كبدي بحجاري ودحين خاف الله يا أجاري الله تحي تزيلي أقداري وتزيدي سماح لناري هوي هباب للقدر زايل جماله للعيون كائل هباب للقدر زايل جماله أبابو قدر زايل جماله للعيون كائل حبابو قدر زايل جماله للعيون كائل حبابو القائل حبابو الناعي سائل حباب غصن البيموح مايل حباب
السمار شاعر الحبابه تزه الهايل بخديداته يا قايل تشوف ما الحسن جايل حبام للكدر زايل جماله للعيون قايل درج براجا سيوف نصره انعجا ظهر طبق خصره الكتوف والعيب يتعصره ذكر من الفريد عصره حبام للكدر زاي جماله للعيون كايل تسارق القودة بالراحة تسارق القودة بالراحة تقول نشوانا من راحة وتنسف ديسة الراحة وتاخد الكفيل راحة حبام للكدر زاي جماله للعيون كايل تسو مرة السحابين تسو مرة السحابين تريك نوم أجدي اللين تشيل قلب الفكيد دين تصبح في كريم الطين حبام للكدر زاي جماله للعيون قايل تقود وعضانا إنقادا تقود وعضانا إنقادا جزم شفت العمم قادا تميز دورينا وقادا لهيب في صدورنا وقادا حبام للكدر زاي جماله للعيون قايل وتتلامح في صيداته وتتلامح في صيداته المسوي قلوبنا صيداته يغرد في عويناته البنسي أذول حيثنا جميع مقطع الأغنية تويد في عيوته الزول 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 يا عم والله غروة العيون نعم غروة دي غروة العيون دي طعم مبارك بتحس انه بعض الفنانين يعني بيأدوا أغنية الحقيبة بشكل جميل والبعض الآخر بيحاول انه يغير فيها وبالتالي يعني بيغير كل تفاصيله و بتبقى أغنية تانية يعني ما أغنية حقيبة والله الأغنية اللي في الحقيبة الداير يغنيها أول حاجة يحفظها ويحفظ معناها ويكرس جهده فيها ما يخلي فيها فرقة
ما تخلي الناس يتكلموا عنه. لكن لما نقوم يلطوش ساي بودر قيمته بودر معناه. طبعا ولدك عاصم البنا ده من الفنانين المشهود اليوم انه بيأدي اغنيه الحقيبه بشكل جميل، ونحن عايزين نسمع اغنيه ثانيه منه. جميع ناس البنا ديل غنوه واحده وتيره واحده، ما بتتغير ولا بتضيع، لانه ناس بيغنوا على اصل ديل ناس الغنى اللي جنة جنة طبعا. طيب عاصم حنستمع لاغنيه حقيبه ثانيه. والله انا بختار لكم اغنيه من بيت البنا وبهداه لعم المبارك، يعني بقول لي الليله نورتنا ومشرفتنا وانت نجمنا وانت راسنا وانت كبيرنا الليله يعني. فانا بهدي له امتى ارجع لمدر وعوده من عمر البنا، وبهدي له لكل طبعا ود البنا كلها قاعده معانا هنا، انا بحييهم برضو من خلالكم، اهلي ابوي والدتي وكلهم قاعدين هنا، وكلنا باسم اسره البنا بنهدي لكم انتم في الشروق والحضور الكريم عمنا مبارك. شكرا لك. امتى ارجع لمدر وعوده؟ اشوف نعيم دنياتي وسعوده، عيني امتى ارجع لمدر وعوده؟
وحي مقصود بالضي ولصهم ودعينهم ليل يا فنوم غاوي البضي والصوم ودينهم ليل يا فنوم غاوي عبد مهموم حامل الخطايا واللوم غاوي رفع كفيه بيروم من فيض فاضل الرحوم غاوي الفضي والصوم ودينهم ليل يا فنوم رجز نظوم فوق طه طيب اليسوم غاوي شايل الدلال بيها يحوم على العشاق بيسوم غاوي الفضي والصوم ودينهم ليل يا فنوم غاوي ده قصيد الغوم اللي يعرفون أول حاجة دي للناس اللي علمونا نحن دي أول حاجة يعني رحمة الله والدجوك وعندنا أحمد الدين المبارك التدر عندهم ثاني الشيخ إدريس عبد الله ثاني آدم بقاري ثاني يا سيدي منو أولاده الصغير محمود وأحمد وحسن والسير ود أحمد و محمد وطاها الله يا دول ناس كثيرين خلاص أولاد سليمان علي والعبيد دي كلهم طلعوا من العلفون وفيها مواهب فيها مواهب كثيرين ما بقدر أعرفهم خلاف محا
أصلي بس إذا عاجل يقوم صلي ستلي بريد براها يرتاح روحي كل ما أطراها إن صابحتها وما سيتها طعمة ونعمة لو ما سيتها ما غستني ما غسيتها تشكر فضلي كل ما كسيتها ستلي يا جماعة بي عرض العيون دماعة تلي لي نبراها ترتاح روحي كل ما أقراها تلي لي نبراها من فكر لو ما سيت طعم ونعمة لو ما سيت ما قاستني ما قاسيت تشكر سيت بريد برا ترتاح روحي كل ما أقراها سيت بريد برا فاضي البال حليل جنابه ما تغضب لمسا شناب ولا يوم ستفاهم ناب دل أمسالا نتغنى ترتاح روحي كل ما طراها ست البيت عدنان إلى ميمن ود مكة ود عبد الله عليك بتحكى هل عدنان إلى ميمن ود مكة ود عبد الله جيب مطحن حالي سمح في فمك بمطح الأرض ومطير الفلك أرياحا تجري ومياها تركا جل الله ونعم الملك ود عبد الله عليك بضحكا على عدنان إلى أمين ود مكة بصني بيخ الشريف ود مكة وتهاشميا وهيل الملوك سالم نسبه من عنا وشركا لا عند آدم ولوت حنكا ود عبد الله عليك وضحكا على عدنان إلى أمين ود مكة ود عبد الله عليك وضحكا شفت ده المديح ده المديح النبوي وصيف خدوده ولا وصيف عيونه وصيف خدوده ولا وصيف عيونه
حاسس انه غريبة في دنيانا ما في الصيد لو يا والف ما حبوب قلبي جافي يا غزاك بهواه يدخل بدواه 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 مهما صدنا فر ما بتعشق سواه لو أسفر جبينه غنت مطربينه كل شيء في الطبيعة جميل تلقاه دونه يا أخي أوصف خدوده ولا أوصف عيونه أنا أوصف خدوده ولا أوصف عيونه أنا أوصف خدوده ولا أوصف عيونه أنا ألبان ما بيمثل لونه وانقسامه زهر يا غيد يا حسيد حسنه وابتسامه البدر يا صوت خجلان من لون ارتسامه الحي راعي قول له قصر فيه كنا حبيب الحبيب معدوم 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 الحبيب معدوم معدوم في مثاله بين حزنه وخصاله لابس ثوب عفافه في سويدا يسكنه والله وصيف خدوده ولا وصيف عيونه أنا وصيف خدوده ولا وصيف عيونه بسمتك عيدي بسمت ليالي العيد في بسمتك عيدي ما بخشى فيك هو عيد أيام حناي وعيدي هلا ومرنا عود ما بينك ما عود هلا وتنى عود ما هلا وسهلا يا عود ما فيك انا وعود يا عود ما فيك انا وعود عميل ما على اوزان لا وحشه ولا احزان هناك يا عزال ري ما تكونوا كونوا هناك يا من سوالفه للعشير والجار الحين بيالفه سمح الرزق تالفه غني له يا مرشوم يا شولقي المنظوم ظريف ابو الخواض جور مشرح الخرطوم هوي هوي سمح الرزق تالفه آه الله 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 آه الله آه الله 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 آه
شفته ده الوسطاني ده التقيل ده التقيل غني رؤيا ليلي ليلو هوي وأدومي الله 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 أقوم ينفدع الفاشوق قايم في القرير مفروق يا معليج بلا مروق يا تمريل بلح بيفوق بلح بيفوق يا تمريل بلح بيفوق غبريل بلح بيفوق يا تمريل فلح بفوق صببت عليك بسهودة دموعي وعيني مسهودة سامي في جيلة ووادي الضلة بشهودة هداك طاب له في نهودا حشيما في النعيم رافل ينور والبدر آفل لمحت وصدفة كان غافل ضفر قلبي وطفر جافل سايم الليل كلمي علي البريد روح سلمي يا سايم الليل كلمي علي البريد روح سلمي العصر عصرك اجرمي جودي وان شئت احرمي قلبنا لعندكم رمي أصلم ونافع فرمي أنا سايم الليل كلمي علي البريد روحه حبيب العصر عصركم سعيد يا كريم لنبيه عيد كل يوما أراه عيد إدني كيف حظنا البعيد يا نسايم الليلي هي على البيري روح سلمي يا نسايم الليلي كلمي حاجة أحمد المصطفى وسيد خليفة الله وعبد الله شفته ناس الدبيبة بعدين أم ضبان برضو فيها جماعة ما بعرفون هالسعدي جماعة كثيرين ها ودرجة درجة ده ما شاير المحل كلها مالية السعدي أسعد في أولاد منهم تكالي شايفهم بغنوا السودان غاطبا يعني ربنا يجعله آمنا مطمئنا ربنا يديم عليه وناس التلفوز القنوات ديل ربنا يجعل فينا البركة ويحفظهم ويخليهم ويعني ويجعل لهم سخار رخاء الجو حزين
مدينة العلفون من أشهر مدن شرق النيل لقدمها ولأهلها المحبين للخير، ولأنها واسطة العقد بين القرى التي اشتهرت بالفنون الحديبة والدبيبة والعسيلات.